إخواننا وأخواتنا اليهود والمسيحيين لبناء التفاهم والاحترام والحب والوئام بين أتباعنا. هل من قال إن اليهود والنصارى إخواننا وكلنا مسلمون والقرآن أمرنا بمودتهم، هل يدخل هذا في الناقض من نواقض الإسلام في من لم يكفر المشركين أنه يكفر؟ نعم نعم، من قال إنهم إخواننا فإنهم مرتد، إلا إن كان جاهلا ما بين له ولا قامت عليه الحجة. أما إن كان أنه يدعي أنه عالم وأنه يعرف فهذا يرتد عن ذلك، لأنهم ليسوا إخواننا، هم كفار ونحن مسلمون ولله الحمد. والكافر لا يكون أخا للمسلم، هم أعداء الله والمسلمون أولياء الله، كيف يكون عدو الله أخا لولي الله؟ هذا أمر باطل. وأما قوله إن الله أمرنا بمودتهم فهو كذاب، قد كذب على الله، الله ما أمر بمودتهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الله نهى عن مودتهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فنقول إخواننا المسيحيون أو اليهود، أولا مصطلح الأخوة جاء في القرآن الكريم على معاني كثيرة، منها أخوة الدين إنما المؤمنون إخوة، وأخوة النسب مهما بعدت وإن اختلف الدين، يقول الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا مع أنهم لم يؤمنوا به. وهناك أخوة في أصل الخلق الإنساني، الإنسانية ترجع إلى أصل واحد تتآخى فيه وإن اختلفت عقائده، يقول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. من هنا جاء مصطلح الأخوة الإنسانية. البعض يفهم من كلمة الأخوة أنها تخص من هو على نفس الدين، والقرآن على خلاف ذلك تماما كما سبق. لأن الأخوة الإنسانية غير مقصودة شرعا، وليس بين الناس أخوة إنسانية. ألم تروا إلى نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ها؟ المهم إنه ليس من أهلك مع أنه ابن. ومن زعم أن هناك أخوة إنسانية بين البشر فقد أبعد النجعة، لأن الأخوة إما دينية كما في قوله فإخوانكم في الدين، ومثلها الأخوة الإيمانية كما في قوله إنما المؤمنون إخوة، وإما أخوة في النسب كقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذه نسب. وأما قول كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم، لأن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، غير مدين بل هم قوم آخرون. طيب، إذن أخيه على بيع أخيه أي في الدين والإيمان.